السلام عليكم، اسمحوا لي اسولف لكم باختصار عن افضل ايام الدنيا. السنه كم يوم؟ 365 يوم، افضلها 10 ذي الحجه. قال الحبيب عليه الصلاه والسلام: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. قال الصحابه: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، الا مجاهد هذا بدرجه عاليه، الا رجل خرج بنفسه وماله كل قروشه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل الصالح في هالأيام العشر دي يعني يوصلك فوق، قسم بالله يوصلك فوق. ولذلك في الحديث الآخر: هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام. نكثر فيها من الذكر، تكبير من الليلة إلى 13 ذي الحجة غروب الشمس، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد في كل مكان. نكثر فيها من قراءة القرآن، الصيام مشروع. طبعا ايام العشر يقال وهي التسع، يوم العيد ما يصام، ليس من العشر. نكثر فيها من الصدقه ولو بالقليل. الشيخ ابن عثيمين قال لطلابه: رجل تصدق في العشر الاواخر من رمضان او صلى ركعتين، ورجل تصدق او صلى في العشر الاوائل من ذي الحجه، ايهما افضل؟ قالوا الطلاب: ها، قال الحديث واضح، ما من ايام العمل الصالح فيها، اي عمل صالح، بر والدين، توصل اميمتك، تشتري اغراض العيد، عيالك، تتبسم في وجه زميلك وزوجتك وعيالك، تضحك معهم، تدخل السرور عليهم، اي شيء يعتبر عباده وعمل صالح ترى في الايام العشر هذه مضاعف مضاعف مقبول، يحبها الله، مثل ما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: نكثر في عمل الصالح، نقرا قران، نقعد في المسجد شوي، نؤدي الواجبات اللي علينا، ندعو الى الله سبحانه وتعالى، نشارك في اعمال الخير والبر، نساعد المحتاجين. المهم اضرب اضرب في كل خير بسهم، واعلم ان السهم هنا مضاعف ومقبول، ويرفعك ويسرك ويقر عينك ويسعدك اذا لقيته في ميزان حسناتك يوم القيامه مضاعف، والايام هذه غير، فخلوها غير.